تنضم إلينا الآن من محيط سجن عوفر ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية. ولاء مرحبا بك بداية. إذن التقارير الإسرائيلية تقول أنه بالفعل وصل الأسرى الفلسطينيون الذين من المقرر الإفراج عنهم خلال هذا الاتفاق وخلال الدفعة الثانية من هذه الهدنة. ما التفاصيل لديك حول سجن عوفر؟ نعم، لغاية الآن يعني لم تتسلم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ما تسمى بالكشوفات للكشف من هم الأسيرات وأيضا الأسرى الأشبال التي تتضمنهم في اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة. بطبيعة الحال الانتظار هو سيد الموقف لغاية الآن، لا توجد أي إشارات أو حتى علامات تدل على أن الأسيرات الآن هم في سجن عوفر، والآن فقط يعني هيئة شؤون الأسرى والمحررين عقدت عند الساعة 3 من عصر هذا اليوم مؤتمر صحفي، قالت أنه لا توجد هناك أي معلومات نكتشف من هم الأسرى أو حتى الأسيرات الذي تتضمنهم هذه الكشوفات، وقالت أن جيش الاحتلال يطالب الفلسطينيين بأن هناك من يريد أن يتسلمهم من مدينة أريحة، ورفضت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وقالت أن الاستقبال سيكون من بلدة بتونيا الآن الآقة. وأيضا هناك تضارب بالأحاديث حول استقبال الأسيرات من معتقل عوفر أو حتى من مدينة أريحة إلى ساحة بلدية بتونيا أو حتى في ساحة بلدية مدينة البيرة. كل هذا يضع الإعلام وحتى أيضا المسؤولين بحالة من الشكوك، وخاصة أن لغاية الآن لم يعني تفصح قوات الاحتلال من هم الأسرى والأسيرات، فقط عن أعداد الأسيرات، حيث قال يعني رئيس شؤون هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس بأن عدد الأسرى والأسيرات هو فقط 39، وليس حسب ما تداولته الإعلام الإسرائيلي أن 42 أسير وأسيرة سيكون المفرج عنهم. ما زالت أيضا جميع الحشودات العسكرية والأمنية من محيط معتقل عوفر وحتى في داخل المعتقل، هناك العديد من الجبات والآليات العسكرية تتمثل بنحو 8 جبات عسكرية، ولربما ترصدها عدسة الكاميرا. لغاية الآن هناك أيضا قوة راجلة ما بين الحين والآخر تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع. يعني في هذا اليوم لم نشهده يوم أمس، التحركات يعني منذ الساعة 10:30 من صباح هذا اليوم بدأت هذه القوات يعني تملأ هذه الحشودات وأيضا الجبات العسكرية، وهي يعني على مقربة من الباب لمعتقل عوفر. يعني شاهدنا أيضا عدد من القوى الراجلة التي كان هناك قائد الكتيبة يعطي التعليمات كيف يكون التصويب سواء على التلال المحاذية أو حتى على الشارع الرئيسي لهذا المعتقل لكي يفرق جموع الفلسطينيين الذين يريدون استقبال الأسرى والأسيرات من داخل معتقل عوفر باتجاه بلدات ومدينات رام الله والبيرة. تحدث أيضا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن أنه لا يعرف مصير من اعتقلتهم قوات الاحتلال من قطاع غزة، وهناك أكثر من 3300 معتقل جديد من الجانب الفلسطيني في سجون الاحتلال، أي منذ بداية عملية طوفان الأقصى ولغاية الآن نتحدث عن 3300 أسير. وأيضا هناك يعني تلاعب بالكشوفات وأسماء الأسرى والأسيرات، حيث قالت مصلحة السجون وحين تم الاتفاق سيكون حسب الأقدمية. الآن حسب ما يرد لهيئة شؤون الأسرى والمحررين أن هناك أسيرة تم الإفراج عنهم وهم ليسوا بالأقدمية، وهناك العديد من الأسيرات هم أقدم ممن يعني يكون. أيضا هناك تفاصيل تصل من القدس المحتلة بشأن الأسيرات الذين سوف يطلق سراحهن في هذا اليوم من القدس المحتلة. على سبيل المثال إسراء الجعبيس قالت شقيقتها أنها يعني كان هناك اتصال بأنه سيكون الإفراج عنها سيتم خلال هذا اليوم، وقامت مخابرات الاحتلال باحتجاز شقيقها منذ الظهر، والاحتلال يمنع أيضا أهالي الأسرى بالقدس من استقبالهم، حتى ممنوع عليهم تقديم الحلوى أو استقبال الناس أو حتى المهنئين.
هذا التوتر الذي يعيشه سواء عوائل الأسرى أو حتى الفلسطينيين جميعا، هم ينتظرون من يتم الإفراج عنهم، يريدون استقبالهم ولو حتى كان هناك وابل كما حدث يوم أمس، وابل غزير من قنابل الغاز والصوت التي صوبت نحو المواطنين، إذ قالت جمعية الهلال الأحمر أن هناك 31 إصابة ما بين اختناق ورصاص الحي ورصاص المغلف بالمطاط. يعني هناك الحديث أيضا، يعني جل الأوضاع في الضفة الغربية هي متوترة جدا بسبب أن قوات الاحتلال تقتحم بعض البلدات والمدن والقرى وتخلف بعد ذلك المواجهات والإصابات. اليوم بالتحديد في بلدة قباطيا كان هناك شهيد وهو الطبيب شامخ أبو الرب والذي يبلغ من العمر 25 عاما وإصابة شقيقه، لذلك ترتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 232 شهيدا باستشهاد الطبيب شامخ أبو الرب، حيث الآن تشيع جماهير غفيرة في مدينة جنين جثمان الشهيد الطبيب. وأيضا هناك أيضا المستوطنين، الذراع الأيمن للحكومة المتطرفة، تقوم بمهاجمة المزارعين جنوب نابلس، والآن يعني تجريف أكثر من 100 دنم واقتلاع نحو 150 شجرة زيتون في مدينة قلقيلية. أيضا في منطقة سلفيت هناك إصابة مواطن بالرصاص الحي، ويعني منذ الصباح الباكر كان هناك أيضا عدة اقتحامات لمنطقة عرانة، أيضا منطقة قباطيا، سلفيت، مدينة البيرة وغيرها من البلدات والمدن والقرى الفلسطينية. إذن كل ما يحدث في الضفة الغربية سواء من فرحة أو حتى حزن شديد عما يحدث في قطاع غزة، وأيضا لما آلت له الأحوال في الضفة الغربية من اقتحامات وأيضا عدد كبير من المعتقلين، نتحدث عن 3300 فلسطيني من الضفة الغربية، لا سيما أن الأهالي في قطاع غزة ممن تعتقلهم قوات الاحتلال سواء في القطاع أو حتى العمال الغزيين، هيئة شؤون الأسرى والمحررين لا تعلم عنهم أي شيء أو حتى هوياتهم. ذلك يعطي إشارة بأن قوات الاحتلال تقوم باعتقال الفلسطينيين ضد في إجراءات يعني موحشة للغاية. أيضا الشهادات التي تخرج سواء من الأسيرات المحررات أو الأسرى الأطفال الذين تم يعني يوم أمس الإفراج عنهم، قالوا بأن ما يمارسه قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن، التعذيب الوحشي، التهديد، العزل، قطع التيار الكهربائي، المياه، أيضا الشبابيك التي تبقى مفتوحة 24 ساعة وخاصة في ساعات متأخرة من الليل والبرد قارس، كل هذه تؤشر أن ما يقوم به قوات الاحتلال هي فقط التعذيب النفسي والوحشي لهؤلاء الأسرى والأسرى داخل معتقلات الاحتلال. أيضا يعني التوترات التي تحصل ما بين اقتحام وما بين اعتقال وإرهاب للفلسطينيين داخل مساكنهم وبيوتهم، هذا يعطي إشارة بأن الضفة الغربية باتت ما بين قوسين، أن تكون على يعني هذه الطنجرة التي بعض أساسها وبعض أيضا المحللين السياسيين قالوا أن هذه هي مثل الطنجرة المضغوطة التي يمكن أن تنفجر في أي وقت، وهذا ما يحصل في الضفة الغربية بفعل أن الاشتباكات المسلحة سواء في الشمال والجنوب وأيضا في الضفة وخاصة في منطقة الوسط أيضا، جميعها يعني تعطي إشارات بأن يعني باتت الأوضاع خطيرة وهي يعني ستنفجر في أي لحظة أمام هذا العدوان السافر وهذه الحرب والآليات العسكرية التي تقوم بما يعني أن هناك حالة من التوغل أيضا في الضفة الغربية وسيطرة على الأراضي الفلسطينيين من قبل المستوطنين. على أي حال ولاء، حتى هذه اللحظة أشكرك جزيل الشكر على شرح هذه الصورة وتفاصيلها، ولكن بكل تأكيد سيكون لنا متابعات معك لمتابعة وصول الأسرى الفلسطينيين لسجن عوفر أو إطلاق سراحهم وربما إعلان القائمة النهائية. شكرا جزيلا ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية حتى هذه اللحظة من محيط سجن عوفر.